السلام عليكم دراري، معكم عبد اللطيف. ايه عرفتي شنو هي لا كونديسيون الوحيده اللي كانت عندي مع المدام قبل ما نتزوجوا؟ الا تزادت عندنا بنيه غنسميوها زيلدا اونوماج على ليسونس ليجند اوف زيلدا. ويلا الصاد دونك راك عاد سيليباتير، حتى وحده ما تاكسبتي لك على هاد الكونديسيون الحقيره ديالك. لا الصاد لان في اكتوبر 2021 تزادت عندنا بنيه برنسيس زيلدا. بيبي زيلدا بشار فاش كنتي صغيره بابا كان كيدوي مع راسو وكيسجل فيديوهات في الانترنت، وهاد ليبيزود غنديه ليك. مرحبا بكم في حديث مانيطا، واليوم غنهضروا على اكبر ليسونس في الجو فيديو ليجند اوف زيلدا. ليجند اوف زيلدا ليسونس جابونيز ديال نينتندو خرجت في 1986 ومن دماغ ديال دو جيني ماشي غير واحد. جينيرالمون الناس كيتصحابوا بان مياموتو هو مولاها الوغ سي مياموتو وتاكيشي تيزوكا. هاد لا ليسونس كتعاود لنا ليستوار وليزافونتور ديال لينك، هو اللي لابس الخضر، ما سميتوش زيلدا، هذا سميتو لينك. خصو في كل ايبيزود يعتق لا برانسيس زيلدا اللي كيكون يلاه كيدنابها غانوندورف. جينيرالمون لينك في الاول كيكون ما عنده حتى علاقه بالموضوع، وبتي تابتي كيغامق في القصه وكيولي هو اللي خصو يعتق لومانيتي بحال هو ليلو. القصه ماشي هي لو بوين فور ديال هاد لا ليسونس، ما انما الجيم بلاي اللي اشاك فوا كيريفولوسيوني لاندستري كامله. لا ليسونس ديال زيلدا فيها 19 جو اوفيسيال وفيها بزاف ديال لي جو ديريفي، مي سي سورتو 4 ولا 5 ديال لي جو اللي فاش غيخرجوا غيريفولوسيونيو ديفيرتيسمون ديال الجو فيديو كامل. من اول ايبيزود اللي غيخرج في 86 وغيكون فايت وقته بزاف وغيحط لينا لي باز ديال جو داكسيون افونتور، الاوكارين اوف تايم اللي بوغ بزاف الناس ومنهم انا واحد من احسن لي جو تو كور اللي خرجوا في الانسانيه غراس سي زينيك غراس سون جيم بلاي ولي طومبل ديالو اللي غيوليو هما السيناتور ديال لا ليسونس الى اخر جو خرج في 2017 بريث اوف ذا وايلد. هاد بريث اوف ذا وايلد اللي في شاك كيستيونير ولا في شاك رانكينغ كيتكلاسا لو جو الاول في احسن لي جو في تاريخ الانسانيه، وعنده ان سكور ديال ميتا كريتيك ديال 97%. هاد لو جو تيلمون ليجوندير كيفاش خرج في 2017 تباعو بلوس دو جو كو لا كونسول اللي كان فيها اللي هي السويتش. يعني بنادم كان عنده كيشري الجو وما كيشريش لا كونسول، ولكن كيشري لا كونسول كيشري جوج مرات الجو، واحد يلعب به وواحد يكوليكسيونيه. ربع سنين ابخي يضيعوا هذا العام في 2022 غتخرج لا سويت ديال بريث اوف ذا وايلد، وما عرفتش نينتندو كيفاش غيديروا باش ايغاليزيو او موان لا كاليتي ديال الاول. بوغ لانيكدوت السميه ديال زيلدا اختارها مياموتو على الاسم ديال زيلدا فيتجيرالد اللي كانت هي كاتبه وكانت اوسي ليبوز ديال سكوت فيتجيرالد اللي هو كاتب لينا بنجامين بوتون ولا كاتسبي لو مانيفيك. لا ليسونس عندها 35 عام هذا العام، يعني كبر بزاف الناس كيتفرجوا فينا، اي سي سورتو غراس ا لا بريز دو ريسك ديال نينتندو. Entre des jeux 2D, entre des jeux d'aventure 3D ou des jeux à monde ouvert, Nintendo n'a jamais hésité à changer le gameplay ou à changer de génération en génération. D'abord la licence ou le patrimoine culturel mondial. كل شيء كيعرفها وجينيراسيون ديال لي جيمر كبرت بها بحال روبين ويليامز اللي سمى بنته زيلدا ويليامز اونوماج او جو ولا عبد ربي هنيت. نعاود نقولها لكم، خوت بنتي زيلدا كنبغيك بزاف وهاد ليبيزود ديال ليك كانت معكم حديث مانيطا، اتهلاو في راسكم.